ده بس انا مش بتاع جواز بصراحه، شفت ده في نفسي يعني ان انا لا اصلح الزواج. بتاع حب بس؟ انا راجل متعب. لا مش حب فقط، لا شو راجل متعب يعني. شو اسوأ شي فيك؟ الفوضى، انا فوضوي. في حياه الفنان فاروق الفيشاوي قصص غريبه، لانه كان معروف بشهامته وكرمه اللي ما كانش له حدود، خاصه مع الناس البسيطه، لدرجه انه قبل وفاته تم استضافته ببرنامج تلفزيوني شهير ورفض ياخد مكافاه ظهوره ووزعها على العاملين. لكن بقى الطريف في حياته هو طاجن الباميه اللي طلب ياكله هو وزوجته الفنانه الكبيره سميه الالفي، فتفاجئ بشرط غريب لازم ينفذه علشان ياكل الاكله اللي بيحبها. ايه هي القصه وايه اللي عملته الفنانه سميه الالفي علشان ترجع لفاروق الفيشاوي بعد ما طلقها 3 مرات؟ الفنانه الكبيره سميه الالفي ربنا يديها الصحه وطولة العمر كشفت عن جزء من تفاصيل حياتها، خاصه الايام الاخيره مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وسر طلاقها الثالث اللي كان مفاجاه بالنسبه لي، وده لان فاروق ما كانش يعرف ان دي الطلقه الثالثه. وعلشان ترجع له سمية الألفي مرة تانية فلازم تتجوز حد غيره، محلل يعني. فهل هي استعانت بالمحلل عشان ترجع له زي ما الناس قالت، ولا هي اتجوزت رسمي؟ سمية الألفي لما استضافتها وفاء الكيلاني قالت انها ما استعانتش بمحلل علشان ترجع لفاروق الفيشاوي، لكن هي اتجوزت 3 مرات بعد طلاقها منه في المرة الثالثة، كلها جت في شهور بسيطة، وحصلت بينها وبين ولادها عمر وأحمد مشاكل كبيرة بسبب جوازها 3 مرات بعد فاروق. كمان قالت سمية الألفي إن طلاقها من فاروق في المرة الأخيرة كان بناء على طلبها وأصرت عليه بسبب نزواته النسائية الكتيرة. وبالرغم من إنها كانت متأكدة من كل ده، لكن ما قدرتش تكرهه وفضلت تحبه لحد ما توفى وبعد وفاته على حد كلامها، بالرغم من إن فاروق الفيشاوي اتجوز بعدها سهير رمزي اللي مدحتها وقالت إنها كانت بتحب ولادها وبتعاملهم بحنية وكانت بتجيب لهم الهدايا، علشان كده هي حبتها قوي. قالت كمان لوفاء الكيلاني سهير رمزي اتطلقت من فاروق الفيشاوي بعد 3 سنين حصل فيهم مشاكل كبيرة، ولما وقع الطلاق رجع لها فاروق الفيشاوي وقال لها خلاص المشكلة اتحلت، وطلب منها يرجعوا لبعض على اعتبار انه اتجوز سهير رمزي بعدها وطلقها. لكن ردت عليه سمية الألفي بضحكة هستيرية وقالت له ازاي يعني انت مش فاهم، انا اللي لازم اتجوز واتطلق لان دي الطلقة التالتة وما ينفعش نرجع الا بعد ما اتجوز حد غيرك، ونفت انها استعانت بمحلل لكنها اتجوزت 3 مرات. فكان رجوعها لفاروق الفيشاوي طبيعي بعد طلاقها من زوجها الأخير. وعن أسرار الطلاق قالت سمية بعد ما طلقني اتجوز سهير رمزي وده حقه، لكن وجعني قوي وبرضه ما قدرتش أكرهه أبدا لا في حياته ولا بعد ما ماته. لكن الموقف الصعب إنه في يوم دخل عليها عمر ابنها التاني من فاروق وقال لها هو ليه بابا ملوش بيجامة ومش بيبات عندنا؟ فوقفت معاه بعدها مباشرة وهم متطلقين لما عمل عملية شبكية في العين في المستشفى، ووقفت معاه في فترة مرضه ومحنته الأخيرة. لكن الموقف الطريف اللي حكيته الفنانة إنه قبل طلاقها للمرة الثالثة جالها فاروق الفيشاوي وطلب منها ياكل طاجن بامية، لكن حصلت خلافات بينهم وأصرت على الطلاق فاشترطت إنه يطلقها الأول، وده اللي حصل بالفعل. وبعد الطلاق أكلوا سوا طاجن البامية، لكن الأغرب في الموضوع إن طاجن البامية اللي طلبه الفيشاوي كان من إيدين حماته اللي هي والدة سمية الألفي، وده الموقف الطريف في الموضوع، وكمان بيبين قد إيه كان فاروق الفيشاوي كان طيب وكريم حتى بعد ما طلق مراته وأم ولاده. في لقاء تاني لسمية الألفي مع الإعلامي عمرو الليسي عن الحب اللي كان بينها وبين فاروق الفيشاوي والتسامح اللي وفرته له، فانهارت سمية الألفي من البكا واعترفت بأنها تعرضت لمعاناة كبيرة في حياتها، والمعاناة دي علمتها الصبر. فرغم أنه كان بيخونها كتير، لكن حافظت على حبها ليه حتى وهم مختلفين مع بعض. استضافته أسبوع لما عمل العملية في عينيه، وفي مرضه الأخير ما سابتوش لحظة واحدة، كانت معاه في كل التحاليل والفحوصات اللي عملها حتى بعد وفاته، حبه لسه موجود جواها.
بالنسبة لسمية الألفي، بعد طلاقها من فاروق الفيشاوي سنة 1992 اتجوزت الموسيقار مودي الإمام ابن المخرج حسن الإمام وشقيق الفنان حسين الإمام، ودي كانت أول جوازة ليها بعد الفيشاوي، لكن ما استمرتش أكتر من شهور وحصل الانفصال سريعا. بعدها اتجوزت المخرج جمال عبد الحميد ودي ما استمرتش برضو كتير. وفي المرة الثالثة اتجوزت المطرب مدحت صالح اللي كان أصغر منها بسنوات، وتسببت في مشكلة بينها وبين ولادها أحمد وعمر بسبب جوازاتها الكتير، وقررت بعدها التفرغ تماما ليهم هي وفاروق الفيشاوي. فاروق الفيشاوي الله يرحمه كان معروف بكرمه وبذخه الشديد، لدرجة أنه في مرة كان ضيف في أحد البرامج الشهيرة، ولما تعرض عليه مكافأة لظهوره رفض وطلب أنه يتم توزيع المبلغ كله على العاملين. فكان الموقف ده من ضمن مواقف تانية كتير شهد على كرمه مع الناس اللي بيتعامل معاها، خاصة الناس البسيطة.